كان سابقا درسنا عن الفرق، يعني التعريف فعل متعدي وفعل لازم، وفهمنا أن الفعل المتعدي لا يحتاج إلى حرف الجر للوصول إلى مفعوله. على سبيل المثال ضربت زيدا مثلا، هذا هو فعل متعدي. وغير هذا هناك في نوع آخر، إذا كان التصق بالإضمار في الفعل المتعدي، فالإضمار أوده إلى أو أوده على سواء مصدر فعل غير مصدر أو اسم غير مصدر أو مصدرا، صحيح؟ مثل الباب أغلقته، ها هنا عودة إلى غير المصدر، فأغلقت هنا تعتبر ماذا؟ تعتبر متعدي. وهناك في نوع آخر مثلا الضارب ضربته زيدا، فالحاء هنا هو حاء عودة إلى الضارب، لأن هو في محل نصبين مفعول مطلق. الضرب هو مفعول، هو مبتدا، ضربت هنا خبر في جمله فعليه، ها هنا هو مفعول مطلق على تقدير الضربه، ضربته الضربه زيدا، فزيدا هنا مفعول به، صحيح؟ زيدا هنا فمفعول به وفاعله فعله ضربت. ضربت. هذا هي خلاصة موجزة عن دراسة سابقة. طيب، فالآن نواصل البيت التالي. من يريد أن يقرأ بسرعة؟ ما عندنا الوقت، إذا كان أنت تتأخر سوف يؤخر الحصة. بسرعة. طيب، واصلي. ملازم غير معدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كذف على الله والمضام والمضامق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا، والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرض أو طاوع المعدة لواحد تمده فامتد. إنما حصل في المعنى، وهذا رأى بجماعة من النوحة، وقد اختاره الشاطبي، وانظر ما ذكرناه واستشهدنا له في مطلع باب الفاعل. أولاً ولازم أين؟ ولا هامش أول. لا 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 تقرأ في الهامش، اقرأ متن وشرح. الهامش يا مين تفسير من تفسير محقق. الهامش هنا تفسير المحقق، أتفهم؟ ما المحقق في هذا الكتاب؟ أنت شوف فيما بعد، هناك لكل كتاب تراث له محقق، فالهوامش هنا هو من كلام محقق. وأما في المتن هنا المتن هو لابن مالك، هذا الذي أنا قلت هذا في الأول حصة. كان شرح ابن عقيل هنا، لماذا سموا بهذا الكتاب شرح ابن عقيل؟ شرح ابن عقيل كان هو يشرح على ألفية ابن مالك. لماذا سموا ألفية ابن مالك؟ ألفية ابن مالك سموا بسبب له أبيات شعرية له يتكون من ألف بيتا هنا، فهذا البيت أبيات كلها تتكلم عن القاعدة النحوية من الأول إلى الآخر.
من ابن مالك؟ ابن مالك كان ميم، اكتب. ابن مالك كان ميم، اكتب اكتب. لا تحصل على هذه المعلومة وإلا من هذه القصة فقط. ابن مالك، ابن مالك من نحاة الأندلسية، النحاة الأندلسي، كان هو مصري لكن رحل إلى أندلسي فأصبح، فأصبح النهوي الأندلسي. واضح؟ فكان هو عاش في، لو هنا موجود، كان ولد في، اسمه، اسمه الإمام عبد الله محمد جمال الدين ابن مالك. كان ولد في 600 هجرية، وتوفي 672 هجرية. ولد 600 هجرية وتوفي 672 هجرية، أي بمعنى كان عمره، هو عاش فقط في 72 سنة، فقط هجرية. هجرية هنا بمعنى هذا ما زال في، هذا في هجرية. إذا كان هذا في هجرية، هذا في القرن، لكل هجري هذا حول في القرن 6. كان ابن مالك في القرن 6 هجري هجرية. طيب من ابن عقيل؟ من ابن، ابن عقيل؟ فابن عقيل هو اسمه قاضي القضاء بهاء الدين، قاضي، هو قاضي من القضاء، اسمه بهاء الدين عبد الله بن ابن عقيلي، عقيلي هو المصري الحمداني من الحمدان. ها، متى ولد؟ كان ولد في 6 اكتوبر، ولد في 698، 698، وتوفي في 9، توفي في 700، في 769، توفي في 769 هجرية. أيضا معنى ابن مالك، ابن عقيل لم يلقى، لم يلتقي بي، لم يلتقي بي بابني، بابني ابن، عفوا، ابن عقيل لم يلتقي بابن ما مالك، لأن ابن مالك توفي في 672، وولد ابن عقيل في 698. أي بمعنى توفي، توفي ابن مالك، توفي ابن مالك حول 20، حول، حول 15 هكذا، ما هي، وولد ابن عقيل. هذا هي الفترة بين ابن عقيل وابن ما مالك. أي بمعنى ابن مالك مثلنا، لم نلتقي بابني، ابن عقيل مثلنا، لم نلتقي بابن ما مالك، ولكن هو شرح. فلمعرفتكم شرح ابن عقيل فيها ابن مالك ليس فقط يشرح لدى ابن عقيل، بل أيضا يشرح معظم من النحويين، مثل ابن حيشام، مثل الأشموني، هناك في الأشموني أيضا يعني شرح مفصل لابن يعش. كان هؤلاء يأخذ هذه الفكرة من ألفية ابن مالك ليشرح، ليشرح كتابهم، يعني شرح، شرح عن ألفية. واضح؟